في هذا الفيديو بغيت نشترك معكم واحد المسألة اللي هي مهمة، يعني تعرفوا كيفاش تفاداو الازدحام في الباطو. طبعا كاينين الناس اللي فات قطعوا، ويعني الله غالب، يعني كل واحد والظروف ديالو، على حساب الشغل ديالو، على حساب الكونجي ديالو، على حساب يعني التخطيط نتاعو. يعني هادو اللي قطعوا ماشي هما اللي غنهضروا، كاين غنهضر اللي مثلا ما قطعوا، او اللي غيقطعوا لما غادي يكونوا في مثلا في الخزيرات او في مدن اسبانيا ديال الجنوب. يعني خصك تعرفوا بانه كاين واحد الاوقات الا مشيتي فيها غتفادى الاكتظاظ. ولكن كيفاش تعرف هاد الاوقات؟ هناك كاين واحد التقنيه بسيطه، يعني ماشي تقنيه وانما واحد المساله بسيطه اللي غتخليك تعرف كيفاش تفادى الاكتظاظ. عفاكم قبل ما ندخل الموضوع، اللي ما مشتركش معنا في القناه يشترك معنا في القناه ويفعل الجرس، واللي مشتركين معنا في القناه ما ينساوش يدعمونا بلايك وبارتاج. بارتاجوا عفاكم هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الجاليه المغربيه، خاصه ان بزاف ديال الناس كيهمهم انهم يتفادوا الاكتظاظ في الموانئ الاسبانيه والموانئ المغربيه. اذا غتمشيو لجوجل وغتكتبوا بوغ طونجي ميد، هو كيف ما كتشوفوا هنا على الشاشه بوغ طونجي ميد. من بعد غتخرج لكم واحد العنوان اللي هو طونجي ميد باساجي، راه هو كيبان لكم طونجي ميد باساجي. غتوركوا عليه، غتكليكيو على طونجي ميد باساجي. هنا غتخرج لكم يعني التواقيت الخضراء والحمراء والكحلة، يعني الخضراء معناه الوقت اللي ما فيهش يعني الحركه، ما فيهش اكتظاظ بزاف، والليمونيه كترمز انه كاين شويه الاكتظاظ ولكن ماشي درجه كبيره، والحمراء اللي شويه بزاف، والكحله يعني راه اسم على مسمى. اذا هنا كتلاحظوا طابلو هو هذا، هنا اريفي او ماروك يعني الوقت اللي غتمشي للمغرب. كيفاش كتلاحظوا في شهر يعني سبعة، من الافضل تفاداو توصلوا في الجمعه السبت والحد. شنو معنى ذلك؟ هنا مثلا الجاليه الايطاليه، واحد جاي من شمال ايطاليا، واش ما خصوش يخرج الخميس او الجمعه، او مثلا ما يخرجش الجمعه والسبت؟ لا، ممكن يخرج الجمعه والسبت لانه ما يوصلش المغرب في الجمعه والسبت. حنا كنقولوا التفادى تكون الجمعه السبت والحد في المغرب، ماشي شاد الطريق. هنا يعني ربما الناس اللي كاينين شمال ايطاليا مثلا، هنا كنعطي مثال، الناس ديال شمال ايطاليا مثلا راه كاين واحد المسافه كبيره غيضرب تقريبا ايطاليا، غيمشي من ربما غيدوز على سويسرا فرنسا، او من ايطاليا مباشره لفرنسا، ومن بعد اسبانيا عاد باش يوصل المغرب. والناس كاين اللي كياخذ الوقت ديالو، يعني كياخذ لوطيل، كيرتاح مثلا في فرنسا، كيرتاح في اسبانيا، وبالتالي حتى لو انه خرج مثلا نهار السبت لنفرض، ما غاديش يوصل نهار الحد، او اللي خرج مع هذه الجمعه ما يوصلش نهار الحد، الى يعني كيرتاح وياخذ القيس ديالو من الراحه في الاماكن كلها. يعني هنا كيف كتلاحظوا في الطابلو، الواحد يتفادى ما يوصلش المغرب الجمعه والسبت والحد، هادو هما الاوقات اللي كيكون فيها الاكتظاظ بزاف. يعني دير عمليه حسابيه ديالك، نخرج اليوم امتى غنوصل المغرب. انا عطيتكم الطريقه باش تلقاو هاد الطابلو يعني عنوه، علاش؟ لانه كاي تقديرات كتكون ملي كتكون على المدى الطويل ربما خصها التحديد، خصها الميزاجو. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انتم دابا عرفتوا الطريقه كيفاش تلقى هاد الطابلو، تدخل الموقع ديال البور ديال طونجي ميد، غتمشي تقلب كل اسبوع وتشوف واش كاين شي تحديث.